واجبات كريمه لان الناس المسؤولين ديال المدينه كيعطيونا بزاف ديال الوعودات اييه وحتى شي واحد ما كيوفيو به اييه لدرجه كندرنا عدات ديال اللقاءات مع الناس المسؤولين اييه وما كاين حتى شي حاجه ما فيهم الطوبيس 01 02 اللي ما بغاوش يديروا له المسارات ديالو ما بغاوش يعطوه دفتر تحملات خدام بلا دفتر تحملات المده اللي خدام بلا هو المده تقريبا راه ديال 11 عام ولا 12 عام وخدام بلا دفتر تحملات زائد على الفوضى اللي في العاليه زائد على الفوضى اللي في العاليه بالنسبه للطاكسيات الكبار ولاو كيخدموا وسط المطار الحضاري ديالنا فوضى عارمه زائد الفيروس ديال الستوبات ما خدامينش الناس كتوزع ودير كي بغات في هذه المدينه وحنا ما كاينينش ما كنحتجوش عليهم داروا لنا كرارات عباد الله الناس كدير كارفور صغير هو ديال الكتران واش غدوز فيها اش غدير فيها داك هذوك سواسير وصوم هذه كارفور هذيك راه فوضى هذه البهزله ديال القصبه لا جيتي تسول لهم بشحال تقامت يخلعوك في حين ان هي ما كتفوتش حتى 20 مليون سنتيم عباد الله إذا هاد الفلوس فين كتمشي؟ عاد زائد كيعطيو الترخيص الطوبيس ما عندوش كيشارج منين جانا الله أعلم هادي أكثر من 8 ديال السنوات كيعمل في المدينة وما كاينش هو ما كاينش كاين غياب ديال مجلس البلدي حنا نعمو كل واحد نعطيو اختصاص ونحطوه امام الصوره اللي خصو ياخذها ويتحمل مسؤوليته في هذا الوضع هذا هذه مهزله هذه اللي كيسكت عليها هو حنا المسؤول ما يمكنش يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف ما كنتم يولى عليكم حنا عيانين اوتوماتيكمون طبيعي ان اللي غيحكمنا غيكون فلس مصفيها شفار بالعربيه باش نكون واضحين الناس كتدي لنا رزقنا امام الملا وحنا كنسكتوا عليها علاش كنسكتوا عليهم علاش كاين قانون كيقولوا بلاد ديال المؤسسات بلاد ديال القانون فيها هو القانون كيطبق على الدرويش وشكون دارو مسؤول باش يحمي راسو من هنا راه كيتسمى قانون وضعي ماشي قانون منزه بحال القران قانون وضعي هما اللي داروه يعني هو غير خصو يتغير ما يمكنش يبقى غايب هاد المسارات علاش كنسكتوا هنا علاش واش غنمشيو للحبس ولا للحبس اش كيطرا ولادنا جيعانين غير كتكرهوا غير كنعيشوا ما عندناش دخل اخر ما عندناش معيل باش نزيد ننصف اكثر دابا شكون اللي بقى لنا في الطرف الاخير اللي بقى لنا في النزاع هو البوليس باش تكونوا موضوعيين انا بحكم التجربه البسيطه ديالي كممثل ديال هذا القطاع كنشهد بكل صراحه بان اول خطره في نظري انا عندنا رئيس امن معقول لان تعاملنا معاه راجل تيعطي قرارات كيعطيها قويه جدا وكيعطي تدخلات وكان صارم هو قوي جدا مع 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 الموظفين اللي تحت الرئاسه ديالو ولكن دائما كيبقى الخلل اذا كيبقى قصور واش القصور كيجي منه او كيجي من الناس اللي تابعين ليه او كيجي من الناس ديال ليزاجون اللي تابع الاخرين حنا كنشوفوا بان كاين تعليمات عطا تعليمات صارمه في هذه الفوضى اللي كاينه في شارع الحسن الثاني اللي كيشكل هذا الطاكسي كبير طاكسي كبير حديت ولا حرج هذاك فوضى على مستوى المدينه ككل ويصول ويجول في المدينه ولا من حسيب ولا من رقيب السي الرئيس الامن كيعطي تعليمات دابا تعطى تعليمات صارمه بشهاده حضورنا حنا امام الملا قال لهم بان كرفض يكون طاكسي كبير يدوس في المدينه ويوقف يهز عباد الله يحل البريك يحل الطوموبيل ديالو ويبقى يستنى عباد الله دايز كان غمضوا عينين عليك دايز وهز ومشى هذه هضرته ولكن باش يوقف ويدير لنا محطه عشوائيه راه ما مقبولاش واتخذت ديسكسيون خايبين تجاه الناس اللي خدامين معاه كنوهو بهذا الراجل هذا انا ما عنديش علاقه به وما كنسعاش نصح معاهم بهذه الكلمات ولكن انا موضوعي مع الناس اللي كتمد ليا اليد بحكم انا ملي كنقول انا كنعتبر القطاع اللي كتمد لهاد الناس هادو يديهم وباغا تخدمهم هذاك السيد لحد الان قل راضي يروح في هذه المدينه وان كان القصور قائم والفوضى قائمه هو تيخدم خدمته
حنا راه باقا ما حنا داكشي كيبان لنا قليل وكيبان لنا راه باقي ما عطاش الثمار اللي بغينا، ولكن يادو اليد الواحده لا تصفى. كاين غياب ديال هاد الاعضاء اللي قلت لكم. السلام عليكم، الاسم كريم. الصفه نائب كتيب العام. اليوم طاكسيات الصغيره المحمديه كتحتاج امام يديك في شارع الحسن الثاني. جاء على لسانكم قبل قليل بان مندوب وزاره نقل المدينه غائب، اذا ما هو الدور المنوط به اداريا وقانونيا؟ الدور اللي كيقوم به هذا الشخص هذا هو بسيط واضح بالمساله، هو عنده كونه كيتكلف بالاساس في تنظيم النقل في المدينه، وتنظيم النقل بالاساس خصو هو كي على ما كياخذش على المدار ديال كونه كيتكلف بالكيران او الطاكسيات الكبار، النقل ككل هو منوط به. هو كاين غياب ديالو علاش؟ لان ملي كنشوفوا المدينه كاينه فيها فوضى عارمه، كاين الطوبيسات الكيران كيشغلوا ويجولوا في المدينه، فين هو مندوب النقل؟ الطاكسي الطوبيس او الكار بالاحرى الاحرى خاصو يلتزم بالمحطه ديالو، ما يخرجش المحطه، خارج المحطه كيخرج من المحطه خاصو يمشي، ما يبقاش يوقف داك الوقف زيد وقف زيد وقف، هذه ماشي خدمته. هنا كيتخص تدخل مندوب النقل، مندوب النقل هنا كاين غياب ديالو، علاش؟ شحال من لقاء وقع لكم معاه؟ جوج ديال الخطرات مع المسؤولين ديال العمل. ولكن كيف كتكون الطريقه ديال التعامل ديالو مع هذا الملف ديالكم؟ الملفات ديالكم كيقول لك غادي نقولها للمسؤولين وما كاين حتى شي حاجه، علاش المسؤول اللي خاصو يدير هو؟ خاصو هو يدخل على اعتبار انه يمثل المسؤول هو الوسيط في هو الممثل الوزيره في المدينه، مادام انت تمثل الوزاره في المدينه علاش ما كديرش القرارات ما كديرش العمل ديالك؟ سؤال اخر، جاء على لسانكم قبل قليل ان رئيس الامن بالمحمديه ساهر على تطبيق القانون على الطريق، اذا لماذا انتم تحتاجون؟ لان هذاك الشديد هذاك هو العمل كيكون العمل متسلسل، هو تيعطي قرارات وقرارات امامنا وكتخاض دي سانكسيون كتخاض حتى قرارات صارمه ضد ديزاجون اللي خدامين معاه حضورنا حنا كنشوفوا هذه المسائل، ولكن اللي كيبقى هو تفعيل القرارات هي منوطه بالناس اللي تحت منه، كاين ضباط ديال الطرق ما تيديروش الخدمه ديالهم من فوق، يتساهلون مع لاجونساب، داك لاجونساب لو فات باش كيلقى بان راه كاين ثغرات بيدخل ويخرج ما كيديرش الخدمه ديالو، هو الرئيس الامن كيقول ليه ممنوع ان طاكسي يوقف في مكان ماشي مسموح ليه به، على ويخلق ليا محطه عشوائيه تسمح ليه به، ولا بغيت توقف على هذا الحدث في العشيه من فوق الخمسه ديال العشيه سير حتى السبيطار ديال المولى عبد الله كتلقاهم واقفين، حنا كنضطروا نتصلوا بالسيد رئيس الامن وكتعطي تعليمات، ديك اللحظه باش كتعطي تعليمات ما كتبقى تشوف حتى شي واحد، علو فات باش كيمشي كتعود ريما الى عادتها القديمه، اذا هذاك السيد واش نقسموه حنا؟ عنده مجموعه ديال المسؤوليات، حنا ماشي تندافعوا عليه تنعطيو حقوق لانه هو يستحق هذه المساله، انا ملي قلت بان هذاك السيد تيخدم بنيتها على معطيات ميدانيه ما قلتهاش من فراغ، اذا هذاك السيد انا شخصيا كنقول بان هذاك السيد قل نظيره في هذه المدينه هذه. سمعنا اليوم كان مقرر واحد الاحتجاج، ولكن البارح سمعنا باللي ان جهات معينه استدعت شي نقابات على اساس انه ما يكونش احتجاج اليوم، واش هذا الخبر صحيح؟ هما اتصلوا بنا على اساس ان عندهم شي حاجه جديده لينا، بحكم ان خرجت السنجله ديال السير الجولان فيما يتعلق الطوبيس الاول 01 و 02 الرسم معالم والمناطق اللي غيتحطوا ليه فيها لي بانو ديالهم، ولكن حنا الا كنا كناخذوا قرار والمسؤول كيلزم نفسه بانه خداه اليوم غدا غادي يبدا العمل، فاذا به كنصطدموا بثلاث شهور ربع شهور ديال التماطل كدوز، علاش؟ لان اللي طرف لان كاين طرف هو المبتر في المجلس البلدي رافض يتعامل مع هذا الملف بشكل موضوعي، اذا كان هذا السيد هذا كاين سلطه وصيه ملي المجلس البلدي ما كيديرش الخدمه ديالو العماله كتخص تدخل، خص السيد العامل يتدخل، فين هو السيد العامل في هذا الباب هذا؟ اذا هما كيتعطلوا حنا كنموتوا، حنا ما بقيناش قادرين نتعطلوا، غادي يعيطوا لنا، علاش غتعيط ليا؟ غتعيط ليا تبرك معايا وغنعاودوا ثاني داك الشيء نعاودوا المبرا فراه نعاود داك الشيء اللي عاود تقال ومن بعد ما نخرجوا بوالو. وانتم ضحيه والمواطن دابا ضحيه، شنو الكلمه اللي توجهوا للساكنه ديال المحمديه في هذا الشان هذا؟ لانه دابا كاين اللي كيبغي الطاكسي كاين اللي كيبغي هذا. انا كنقول بان حنا ما عندناش مشكل مع المواطن، والمواطن حنا جزء من المواطن، والمواطن خصو يتفاهم هذا العمل اللي كنقوموا به، وحنا كتلقى بان هو الا ما كانش حنا كنحتجوا هنا هو ما تيحتجش في المجال ديالو، اذا حنا خصنا نسندوه، اللي كينقصنا في هذه البلاد هو اننا ما كنسندوش بعضياتنا، حنا كنحاسبوا بعضياتنا اطراف اشياء اللي من حقنا حنا ما عندكش الحق تحاسب كل واحد فيها مصلحته، ماشي فيها مصلحته، فيها مصلحه عامه
مكمل هذا. علاش المصلحه العام كي كتبان؟ كتبان هو ان الا كنت كنحتج وانت تسند لي ما تبرش يعني بحال القضيه ديال المدونه ديال السير، راه ما كانش مشكل غير لي روتي هما اللي خصهم يوقفوا، كان كلشي خصو يوقف باش ما تمرش عندنا هذه المساله. علاش ما وقفوش هما؟ ملي وقفوا هما حنا وقفنا هما ما وقفوش، تمرت هذا على جانب الحوايج اللي خلاها تمرس، ما كان فيها بعشره. شكرا.